خسر ولا يخلع قسم بالليل ولا يخلع كم صاحب مرة لا يتزوج يتزوج عجبني سنجا لا راسين وهجاتي ديور بركه من اسمه او انا كاري قاتل اسمه مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شوف تيفي في هذا البث المباشر بمناسبة غدا عيد الحب اللي كيحتفلوا به المغاربة تقريبا كاملين كيخرجوا فيه الدريات الدراري الأصدقاء ديالهم كيحتفلوا بعيد الحب ديالهم. هذا الشاب هذا ياسين طوع وبغى يدوي بمناسبة غدا عيد الحب بغى يقول ويوجه الرسالة للدريات كاملين اللي غيخرجوا غدا أنهم يحضوا راسهم راه كيتفلاو عليهم وما يغركمش الكادو. هادشي اللي قالو هويا وغناخدو تقريبا التصريح ديالو كامل. هاك اخويا ياسين. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واخويا ياسين بمناسبه غدا عيد الحب شنو الرساله اللي بغيتي باغي توجه لها؟ واخويا رساله نوجهها للدريات ما نوجههاش للدراري. اختي اللي باغيك وكيبغيك كيموش لك غايجي لداركم غايجي يدق باب لداركم على سنه الله ورسوله غايجي طبيب يدك الزواج. ناري 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 هالرساله. وقع لها والو وقع لها والو وقع لها والو لقات الباس لقات الباس داير شي حاسه انا راني دارت معاه طردك سمعتيني اخويا ماشي مشكل شي مشكل وقع والو وقع والو حفظ الله حفظ الله تراك صور عندك ناض كمل اخويا ياسين ماشي طوموبيل عدو ديال عدو سكن اقتصادي المهم اخوت المهم اخوت الرساله نوجهها للدريات اللي باغيك اختي وكيبغيك كيف ما قلت الاول غادي يجي للدار عندكم حيت ما غادي يجي للدار عندكم اذا نداوي معاك المعقول ماشي اختي غادي يجيب لك كادو نوص في 10 متر ويقول لك كنبغيك نموت لك ويبقى يدور بك في الزناقي وبركك في العتابي وامك انت هي انا ما غاديش نوجه رساله للدريه قبل ما ديري شي حاجه وقبل ما ديري شي حاجه غادي تندمي عليها اختي سمعتيني اي قبل ما ديري شي حاجه غتدمي لا تفكري داك الاب ديالك اللي كيفيق الصباح مع 7 الصباح على ود 80 درهم ولا 90 درهم كيمشي يخدم عليها الصباح من الفجر حتى الخمسة د العشيه هو خدام على داك 70 درهم 80 درهم باش نجي تيايا يلقاك واكله شاربه لابسه مزيان كيحيدها مسكين من لحمو تقدر تلقى الاب ديالها مسكين صنداله ما عندوش كتولي كتفضل صاحبها على باهم غنكمل لك تقدر باه مسكين صنداله عندهم شرقه مقسومه على جوج مسكين في حاله السروال قلت لك مسكين بوها سروال كشف ليه فوق 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 لحمه وهي هي باغا تماكي وباغا تخرج وباغا تلبس علاش باش تقاد لصاحبها ايوا تقاد لصاحبك اختي تقاد الولد الاب ديالك حيت الاب راه الوالدين هما الحب الاول والاخير الذي لا يتغير هما والديك راه تقدر تصاحبي مع واحد تقدر تبان لي واحد اخرى يمشي عندها فهمتيني تقدر تصاحبي مع واحد تبان لي واحد اخرى يمشي عندها ولا تصاحبتي عاوتاني مع واحد اخر يقدر يمشي فهمتيني بنادم راه عشاق ومن الليل اضربها من الطوموبيل الزرق شوف واش وقعت لها شي حاجه من الجنب نضربها من الجنب ادخل فيها مزيان ورك عليها راه ورك عليها مال سير دوي معاه سير دوي معاه سير دوي معاه كانت شي حاجه حنا راه وهنا سمعتيني تدوختين هنا صح والله الشمس بزاف المهم اذا كنت شي واحد غيبغيك غادي يبغيك على سنة الله ورسوله غيبغي معاك المعقول غيجي لداركم اقيد الكوش طريفة فهمتي غادي يجي لداركم فهمتيني اش حيت هادشي ديال انت مزوجة ياسين ياك انا مزوجة عندي كنتي بعيد حب توزوج ديالك في الدار حالا في الدار حالا ما بغيتش نوف هاد الامور كما كتخصك اخويا فهمتيني الامور ديالي انايا ما كتخصكش حتى راجل مع امراه داكشي بيناتهم فهمتي انا كنوجه رسالة كنوجه رسالة للشباب اختي الا كان شي ولد الناس ناوي معاك المعقول غادي يجي لداركم يخطبك بلا ما يبقى يدور معاك في الزناقي وانت احترمي الاب ديالك حيت هو راه
علم بها الله، كي خرج يسمع المعيور في الزنقه ويسمع شحال من حاجه باش انت يوفر لك لقمه العيش ديالك والام ديالك اللي توجد. فما تبغي دير شي حاجه تفكري امك حملت بك 3 اشهر، بدلت لك ليكوش، وكلتك، شربتك، حتى وليتي مراه، في الاخر كدوري مع واحد في الزناقي ما على باله بوالو، كدوري مع واحد في الزناقي راه يبرشك يبركك في العتابي، يديك هنا، هادشي راه حشومه وعيب، وهادشي اللي ما كيبغي لا ربي لا عبدو. الله يدير اللي فيه الخير. فهمت اش دير ودني؟ إذا المشاهدين المتبعين شفتي في كما شفتوا الرسالة ديال البطحي، وكنتمنى أن الرسالة ديالكم مفهومة وواضحة، ونتلاقى معكم بث مباشر آخر في أمان الله. إلى اللقاء.